اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم جرد الحساب، والتي استضيف لكم فيها الدكتور محمد والمولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم والنائب البرلماني والمرشح للاسباق الرئاسيه في موريتانيا. اهلا بكم. بدايه دكتور، ولدتم في مدينه تجكجه او في تجكجه 1953، كانت هناك مرحله الطفوله والمسار التعليمي، حبذا لو حدثت المتلقي عن هذه التجربة، لأن الكثير من المتابعين يتأثرون بالشخصيات البارزة وكيف كانت المسارات وبدايات النشأ وما إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. أولا أشكركم على الاستضافة. شكرا. وعلى اهتمامكم بالسيرة الذاتية فيما يعني نشأتي. فعلا نشأت في رسميا نشأت في تجكجة. الحقيقة أنا ولدت في البادية، وفي سنة 1953 تقريبا، لأن كما هو معروف تاريخ نسبي. وفي السنة الثامنة أظن السنة الثامنة أو السابعة دخلت المدرسة، لكن لكل هذا قصة. في تجكجة. أنا والدي من أهل الكسار، نقولوا إحنا من أهل الدشرة قبال، ولاه من أهل البادية، ويا غير الوالدة من أهل البادية، وبالتالي كان ياسر هنا دائما نعود له في الباديه. يكون زمان لقيطنا نعود في الدشره. نفوت في الدشره من ميه تقريبا شهرة الصيف كامله، ولقيطنا الين ملين طوال السار عندنا، معناها عندنا التمر صلح وعاد الخريف نعود نقيسوا الباديه هكذا. اذا ياسر من زمان كنا نفوت في الباديه، لكن هذه الرتابة في الحياة الأسرية ستشهد زعزعة. كيف؟ بسبب شخصي المتواضع، دخولي في المدرسة. لأن المدرسة كان قرار منك ولا قرار من الأسرة؟ هذا هو اللي كنت نقول لك، أن هذا هو كانت نمط حياتنا. لكن هاي الوتيرة ستنقطع به اللي في 60، افتتاح المدارس 60 61، الوالدين قرروا اني ما ادخل المدرسه. كيف ياسر من الناس قاع كان ديك الساعه محرم المدرسه اولادهم، محرم المدرسه اللي عنده موقف من المدرسه تماما، هي قاع عامة الناس. يا غير طرشي طرى الاستقلال في نوفمبر 1960، يا غير ملي طرشي ثاني هو نعاد خالق شيل طاري، ما كان خارج من التجار الصغار ومن الموظفين الصغار شنو القراية، عاد وزارة التيار في الشباب يدعو للمدرسة للحداثة، ونرقى يقرا ونرقى يتعلم ونرقى، وديك الحياة التقليدية ما هي هذا 60 61، هذا 60 61. إذا بداية السنة الدراسية شرط الأولين ما حضرت فيهم بيا اللي الوالدين ما مشاني المدرسة وتو. يا غير جا خويا الكبير تاجر صغير وجا في الراحة، وتميت أنا في خيمة، أنا والدي هو اللي مقرني القرآن، تميت أنا وخوت عندي ولاد عم عندي يقريهم هو، تمينا نقراو الواحدة، ومشى هو يصيفط العجول إلين جا خويا الكبير قال لنا اطرحوا لواحكم وهاو معي. هو في ذيك الفترة فات اكتشف المدن واكتشف أهمية المدرسة، هو والله من جيل ذاك، هو من الشباب اللي تجار الأولين اللي كانوا شهور مدن الضفة، كانوا في بوكي وكان يقيس دكار ويقيس ندر، هو قاع من مؤسسي النهضة. زين. هو قاع من مؤسسي النهضة، من جماعة النهضة، من هو من جماعته، من المؤسسين. هو اللي نظم مؤتمرها الأول في كيهيد. نظموا مثلا لوجستيا وعمليا وتنظيميا، به اللي عنده شمل القرى. اسمه الاجيال يعودوا يعرفوه، محمد الامين والمولود، معروف.
إذا النو اللي هو قاعد يطرح الواحد وهو معي إحنا قاعد زين عندنا تقولنا نصرح وشوي من الزواح وقاعدنا ماشيين معي ذين شابنا المدرسة اللي كسا يقولوا هي لكول لكول ويفطنوا زين عندنا بين اللي كنا باقي هنا قومنا كاملين داخل المدرسة وبقينا حد. كان عندكم وعي بأهمية الواحدين في أقرانكم؟ والله ما هو عندنا والله لا نوع من إلا عندنا أن أصحابنا دخلوا المدرسة وبقينا وتوما دخلت وعادوا يعيبونا بكلام نصارى وإحنا ما نقدر نقولي شو نبت شو الشيشة. المهم أعلنوا أعلنوا دخلنا المدرسة حقا بعد شهرين والله ثلاثة ولله الحمد بشكل سريع بعد ثلاثة أشهر والله ذاك اعتبروا على اني نقد نتخطى تواصل نقد نخط نتخطى قاع نجلس السنه يقولوا هم صوتيت نجلس السنه تجاوز شهر السنه الثانيه الفصل الاخر الفصل الثاني وتابعت دراستي لين عاد لين عاد 75 65 65 66 ذيك السنه الدراسيه نجحت في مسابقه كونكور مسابقه كونكور ودخلت الاعداديه قال كانت في القوال اذا عاد هون الانتقال من تشقشق شهر شهر القوال وكان هو القوال. اول سفر له كان هو اول سفر بالنسبه لي طبعا نطيت هون في الماكشوط اللي اول مره من اللي سافرنا في الطائره كنا نسافر في الطائره ذيك الساعه تمشوا في الطائره نشوف الطائره كطلاب ماشيين تواصلوا على حساب الدوله والله على حساب الدوله على حساب الدوله, الدولة. هذه معلومات مهمه به اللي حساب الدوله كنا احنا هذو التلاميذ اللي في الداخل واللي كان خارج ذيك الساعه من الثانويات والله باطن المؤسسات الثانويه الاديسه ناسيونال واحد ثانويه الواكشوط وثانويه مستحدثه في القوارب داخل فم كوليجات فم اعداديات واحده في بوقي واحده في كيهيدي واحده في العيون واحده في طار هذا هو الخال و يعني مشيتوا في الطائره شاب القوال مشيت في الطائره من تشقشق الى نواكشوط نواكشوط ومن نواكشوط سقطت الطريق والهي خارج ديك الساعه زمن الخريف بعد مشيت مع ذيك الطريق اللي كامل مازال لا على حساب الدوله لا لين جيت هون نواكشوط بالطبع لان مشيت مع تلقالي هون الحوم ومشبيه وفوتو شهر القوال شهر القوال والله وكان فميك الساعة رحمة الله عليه سامر البي هو كوماندا سيركل هو الحاكم حاكم على الدائرة كاملة وكان هو أيضا وكيلي عاد حكما هو وكيل غير أنا في الحقيقة دخلت في القسم الداخلي في إفليس وفطنا لي في زوينة زوينة معروف الهشي ولينا تشوف اللي قدامها تعرف اول شيء اثار انتباهي هو بعد قاع هذه الزهور اللي فيه حديقه المدرسه قدام الفصول وقدام البنايات عاد مبهر بالنسبه لك والله والله ما قد شفته وتنظيم هم اللي كان تنظيم زين وجبرته قاع في ثانويه المكشوف شو كنا احنا هذو اللي جاي اللي باطل من القسم الداخلي وهي اكثر التلاميذ فهم بالطبع تلاميذ اللي اهاليهم في القوارب وبالتالي قال لهم القسم الخارجي القسم الخارجي وكنا كاملين عندنا منح احنا ما ينعطى لنا المنح بين اللي من فوق علينا زين شوف انتم مقيمين في المدرسه مقيمين مقيمين ومعروف شي وكيلنا وشرابنا ولباسنا ونظافه لباسنا ودوانا هذا كامل معروف له شيء وبين اللي عندنا مستوصف داخلي وعندنا مصلحه تولى اغسيل الباس وذاك الشيء ذاك وعندنا مطبخ وعندنا اقسام للنوم وذا كامل مبرمج واحد منا قال لي تعدوا ماكم ياسرين احنا ياسرين بعد ياسرين بعد يتعدوا كم تقريبا؟ 100 بعد 100 100 بعد حقا 100 بين اللي حاجه اللي اعلن طوابق اللي فيها اثنين والله ثلاثه وانا كنت في احنا الاولين اللي تعرف القسم الاول مديورين في قاعه كبيره وكنا عنده متكاه وكنا عنده دولاب وكنا عنده
نبجوا ودرهات وذا كامل وذا ينقصل والله أيوة ندخلوا للنوم لين تعود العاشرة فرصعين نرقدوا ترقدوا ولين نعود السابعة داهنا وعاون نمشي نصطبحوا في المطعم وبعدين تطلعوا ونطلعوا الثامنة ولين تعود ميدي ننقزوا يخلين تعود ميدي ونص والله الواحد فرصعين ينقصوا المطعم ونرجعوا ولين تعود الثانية فرصعين نرقدوا فيهم فنقرا مثلا هذا كامل لين تعود ملي الثامنة في الليل عارفين تعشينا لين نقيسوا ملي قاعة المطالعة ونتموا فيها إلى العاشرة ونرجعوا هذا جدول ثابت ما هو عادي ما هو عادي المهم تميت فيه لين عاد العام الأول من الدراسة خسر في أحداث 66 66 اللي انضربوا فيها العمال في الزوارات اها والله أحداث 66 والله الأحداث هي أحداث 66 هي ضيقة التركة البيضان والكوار اللي قالوا البيضان والكوار في الساعة 66 معناها الزوارات 68 مرده مازال جاي 68 هي اللي وحنا ديك الساعة سنة أنا هي السنة الأولى وأنا هو السيقرة اللي في ليس بيا اللي قاع ضايع قومي بين اللي تعرف احنا في الحقيقه هي الضيقه خرجت في الثانويه هون واساسا اللي مغذيها شمل الدعايات القوميه العربيه القوميه الزنجيه يعدوها شمل الاطر الجدد شمل الاطر الجدد العرب والزنوج وكلها عنده مطالب الاطر العرب بالنسبة لهم العربية ما هي خالقة ولا تقرى اختيارية ما هي واجبة والقراءة العربية مضحكة في المجتمع ناس تسخر منهم ولا يعاملوا ولا يوهم خلاص ما وجد خلاص المعلمين الفرنسيين معناها مدلية بهم لي وهذا كامل أخلاق شحنة متينة من ناحية المهم يعني هي ظاهريا أزمة وحقيقة أنها شجاع هذا اللي هيخلق هو على أن ملي زنوج لطور الزنوج كانوا ملي عادوا خايفين كانت تعرف الإدارة أساسا مفيها إلا لطور الزنوج لفارق الزنوج ملي دخلوا المدرسة سابقة هاك وعادوا ملي نخلق الاستقلال وذا عادوا ملي لا تلات ترسم العربية وذا عادوا هما خايفين انهم اللي يبقاوا يهمشوا هذا كامل عاد خارق ولهنا نبرق لك شوي عن ذا به اللي القضيه انطرحت سياسيا على المختار 1961 عند نشأة حزب الشعب عند تجمع الاحزاب وحزب الشعب انطرحت نفس الاشكاليه ذوك طالبوا بالعربيه نتو رسمه وذوك طالبوا من اعطاوا لهم ضمانات انهم ما هم لا هي يتم الاحتواء تم تغييبهم تهميش غير المختار ديك الساعة ظهر له على انه ما القضية ما تقدر تنحل بالشكل اللي طارحين هما ولا رتب الحال وتوفي لينا غير عقبت القضية انفجرت 66 باي شكل هو على ان قبضت الحكومة قرار بان راه هي مادة العربية لا تعود إلزامية في الامتحان مادة أساسية انها لا تعود إلزامية وتو معناها تنعد لك في الامتحان هي ما كانت تنعد هي ما كانت تنعد كانت لا اختيارية لا بقيت أنت لا بقيت تطلب أنها لا بقيت أنت تطلب أنها تنعد لك ولا بقيت تقول لك أنها ما تنعد لك اللي نقبض هذا اللي ذكري هو مرسوم اعتبروا تلاميذ واعتبروا وساطهم بعض لفارق الزنوج المثقفين هذا بداية لتهميش لهم اللي هم ما يعرفوا العربية لا يعودوا تلاميذ اللي العربية لا يعودوا عندهم ميزة عليهم وقرروا أنهم عدوا يضرب وعدوا يضرب اللي عدوا يضرب جاونا احنا يقدرون يشاركوا مع تلاميذ العرب في القوال بالطبع جاوكم في القوال والله وكذلك في المكشوف والله لنا بالطبع ما شاركناهم فيه وعاد هذا
بداية مواجهة غير بعد له اللي يعقب يخلق هو لأن هذا الجو اللي ذنبته يقدي يشعله كل رقاش إذن يخلق هذا الجو هذا هي الدرس الأساسي إن ذو اللي خلقوا الجو بخطاباتهم وبإظهاراتهم وبمدهم للصبع في بعض المكونات ما هم هم اللي شعلونا يشعلوه السفهاء وتوف البسطاء خالق في المقشوط مع الصباح عندينه في المطعم لا هي عقب واحد من التلاميذ صغير من اللي في السن 1966 حقبه لا هي لا الحدث الباطل اللي الحدث اللي كان بدايه لا هي خلق شجره شويه في المطعم مبين واحد من التركه من التركه الصغار البيضان وواحد ثاني من الزنوج ويرقبوا بطرش شجار عادي شجار عادي الا ان نخلق ذيك الدقيقه وتوفوا شعر الزنان يعني كان تظهر في سامحة بدل سامحة بعلمة لا انخلاق الجو انخلاق الجو النفسي والسياسي وعاد الاذهان فيها الان فم فم مشابهة وعاد كل شيء فيه قد يقدم زين يعني ما الذي حدث؟ هذا باطن يلا مدى تعود تعرف صحيح لان الخطابات اللي متشنجة واللي تصور الاخر بانه سبب المحنة وسبب الالام وسبب الحرمان اعلنها خطيره بها اللي خطيره ويجب الابتعاد عنها بها اللي تهيئ ذهنيا جو قد اي سفيه قد يشعل به النار خلقت الدقيقه في ليسا غير مع الاسف مباشره جرت شؤون الاحياء الشعبيه كانت احداث مؤلمه بها اللي خلق فيها القتل وكانت داميه ولكن ولله الحمد قبل بقلها في نواكشو ناس أخرى قال ما بينهش موريتانيا أخرى ما بينهش إحنا ما اللي في ليسا ناسيونال من الأول ما شاركنا يا غير ما اللي عقب الحقنا اللي خلق في نواكشو وتمينا ما اللي جينا شينا إحنا ما اللي زاد مش هابرين تلاميذ البيضان وتلاميذ الكبار ولا وسطان ما عندنا فاهم هذا ذكر على انك كنت صغر تلميذي فهم والله انا يعني كنت صغر تلميذي وعدت نمشي هذا بطول اللي جرنا عدت نمشي تعرف نصعنا من من الاقسام اللي ساكنين فيه بين اللي مالنا ياسري وصناديق انا ودش وذا كامل بقى هك مقفل عليه مقفل محتلين هو تلاميذ الاخرين وعاد يقولوا لي قوم انت اللامشيه كان ما يسموك يمكن انت تتخيل يعني انت عرف انه شو ساول صناديق وشو ساول وفعلا مشي ولا مسوا ما مسوا ما مسوا دخلت وجولت ورجعت قلت لهم ما مسوا شيء سووا لكن عندكم الا مازال بحيلته اذا هذه من الاحداث اللي مثلا تأثرت بها حتى شكلت عندك هذا الحدث اللي جاك وانت في مرحلة الإعدادية ومن أصغر تلاميذ في ذيك الإعدادية بدأت رسم عندك انت في ذيك المرحلة بدأت عن الجو العام الوطني ومن رأيك كانوا ساهم في تشكيل مثلا شخصيتك السياسية اللي مثلا نتكلم عن شخصيتي السياسية لا بدالي من نرجع شو سابق ذاك هذا سؤال عرضي توهي لا والله نرجع شو سابق ذاك لأن النوع من الأحداث دائما والله أنا نشأت في وسط سياسي تقريبا غير سياسة من نوع خاص سياسي عاقب الولاد مجاب الكره النصارى وكره الإدارة الفرنسية والمواجهة معهم قاع نسبيا ثم تعرفوا على ان عقب الحرب العالميه الثانيه انخلقت انتخابات 46 1946 ونجح فيها احمد ابو الحرمه احمد ابو الحرمه والبابانه اللي عنده موقف ضد الاداره الفرنسيه وعقب ما اللي نجح الشيء كيف الشيوخ كيف مجلس الشيوخ للمجموعات المستعمرات والعم عنده قالوا ديو اللي زين وعاد هما اللي معاه وعادوا
وهما تعرف من ناحية العلاقات القبلية ولا شيء تأثيرهم كبير في تجكجة. واحد قاع دي من ولاد تجكجة والآخر من اللاح وأنا من الولاد. وبالتالي عاد تأثيرهم في تجكجة متين، وعاد تجكجة فيها تضامن مثلا لا من الناس اللي تأييدها الحرمة والبابانة وكرهها الإدارة الفرنسية وياك متين. لأن خلقت انتخابات 51 لتجديد البرلمان، اعتبروا على الإدارة الفرنسية أنها عدت التزوير. وكلمة كلمة لحقين هذه من ذيك الساعة على الإدارة الفرنسية أنها عدت لحقين صالح منافس أحمد أبو الحرم. وخلقت ردة فعل متين في تجكجة، أطالت قاع الصنادرة معناها نزرقوا بالأحجار إلين هربوا. هذا 1951 هذا 51 هذا يعود جوان 51 وتوفوا. وخلق حدث متين هو على الإدارة الفرنسية اعتبرت أن مدينة تجكجة أنها تمردت على السلطة الفرنسية وأنها تعاقب عقاب جماعي وتمثل فيها العقاب وذاك العقاب الجماعي فاتنين قال لهم لا هي لا هي يقصفوها يقصفوا تجكجة. من ثم عقبوا عدلوا رواية أخرى غير ما قدوا يكتبوها في وثائق مذاكرة تخلص ما يفي هي على أنهم لا هي طرصوا فيها السيبة مدة 3 أيام. السيبة معناها غياب الأمن. السيبة معناها على ممتلكات أهل تجكجة مدة 3 أيام راهم اللي يبقى يقبض منهم شيء يقبضوا واللي قاوم ينحبس. ومشاوا معيط في الواد واد تجكجة السيبة الناس كاملة اللي ناهي من أهل تجكجة وتبقي تقبض شيء من ومن رأيك كان استجابة لها الناس والله؟ لا الناس اللي وخلق فعلا اللي تخلق اللي ما اللي مشى فيها إلا الناس اللي تشتغل مع النصارى معهم تعرف قرد ومعهم قميات شي من قميات شي منهم قاع ما قبل يمشى ذاك والناس الأخرى ما مشات فيه ياسر من الناس ما مشى فيه غير بعد خلق منه ياسر ذا خلق بعد منه شي خلق منه شي والله خلق منه شي قطيع زمان تعرف القيطن قطيع نخل ولا خلقت مقاومة للقرار لا اللي قاوم نحبس واللي ما قاوم نسرق فعلا نحبس إذن هذا خلق وهذه كانت صدمة متين تجكجة وأنا عاقب ذاك نفيق على ردهم هم وذا الشيء حاجة لأنهم ما زالوا فيك الصدمة فيك الصدمة ضد الاستعمار لا يجعل ذا مباشرة النهضة النهضة عاقب ذاك هم اللي احنا عائليا خويا ذا الكبير مؤسس من مؤسسينها وراهو قاع شفت في بعض ذكر مثلا كيفية اللي خلق فيها النهضة وذا الشيء ما ينذكر أنا ما ينذكر وعوداني قبيل نقول وأنا استغربه وهو اللي منظم المؤتمر الأول من الناحية اللوجستية هو اللي مشى يقبض الأولاد في الدار وهو اللي نظم في كي يدي بهاش به اللي عنده أولاد عم بديارهم ثم بواباتيقهم واعتمد عليهم ذاك اللي لا يعبد والتحق به يحيى العبدي كان كيف مونيتار عبدي كيف نقبض وهم اللي باشوا تنظيم ذا يا غريق ساعة النهضة والنخبة في موريتانيا تنقال لاش تنقال القراية للمعلمين هذا والتجار الصغار لا هم النخبة إذن هم اللي مشاوا في تنظيم إذن هذا هو السياق العام هو هذا عاد من عاد في النهضة وبالطبع لا هي خلق حدث ملي يأثر علي تأثير خاص كان من جوز الشارع شنو هو على لا يخلق قمع ما نعرف شنو ظروفه لا اسبابه اللي بعدنا صغير مشاني الوالد راه نفتح الدار احنا بانين خيام برقب الدشر راه نجيب له شم الورقه اللي قاعد بيتي اللي نفتحت الباب جاني صندري وقف فوقي وقال لي ايوا احنا رانك الدار اللي دخلت ما تيتو خونا بحرت من الدفشني تو مشيت عقبت رصفت من الحيط الاخر وجيت قبضت الورقه وجيت للوالد رصفت وجيت للوالد يا غير ما قديت نقول له لا خو لا يبطني ملي ما عدد شي ما يتواس لا يعوا هما يجيهم عم عندنا في الدار الاخرى
وتقول لهم انتم الاداره هي محاصره والناس لا يجوا يفتشوها ويلا الى عاد الصناديق الخول كبير يلا ندبروا لهم لا تمشي والدتي وتعدل اللي عدلت انا تجي للفم ويجي واقف فوق الصندوق يقول ايوا انت دخلي ما تيتوخذ ايوا تعقل تقول له سوى تقول له يا سي ما انا راني ما ناخذ هي اللي قصدته اللي كانت تتعاون هي وعمتنا هذيك الاخرى انهم يحولوا صناديق كاملين اللي صناديقه هو صناديقه هو اللي من مؤسسين النهضه يحولون في الدار الاخرى تولين جاوا الناس عدلوا تفتيش ما جابوا شيء واضح اذا لانه هذا باطن المسائل اللي اللي شكل سبب دخل السياسه الله اذا تقول ان المرحله اللي عند البكالوريا ان الدكتوراه به اللي فهم اسئله لاحق ربما يطرحها البعض ترصفت طبعا انت طبعا دكتور في التاريخ واستاذ جامعي ترصفت قاعد المهم كامل بين الوقت بين اللي عندنا مازلنا ياسر شفت ترصفت تدخلي للسياسه انا ما بقاش تمي ندخل للسياسه يا غير هاي الجزئيه لا تحيلني شهر ذاك ايوه مرحله الدكتوراه استاذ تاريخ استاذ جامعي هل دخلت السياسه ساب ايه السياسه مازلنا جايين يا غير هذه الجزئيه ايه والله شفت انا لين دخلت الاعداديه اللي قريت فيها حقيقة إلا سنوات الإعدادية وتالية منهم قاع عاد متبلبزة بها الإضرابات بها الإضرابات من 1969 عندنا دائما في إضراب وبالتالي ما القراية ما خليت قبال يا غير بعد وفيت السلك الإعدادي كامل ونجحت فيه وكنت ملي لباس بي كنت دائما اجبر جوائز في نهاية السنة هو ملي كانت شيء يخلق ذيك الساعة من النظام التعليمي كنا دائما في نهاية السنة تنعطى جوائز في كل الأقسام في كل الأقسام حسب المواد خارج جائزة صاحب للرياضيات جائزة العلوم جائزة الأدب جائزة الفلسفة وتخرج حفل وجوها هذه التلاميذ وكلهم يعطى له الجائزه وكل المتفوقين وهذا روايه كبير صحيح هذا كان ملي عندنا تعليم متنوع كنا مثلا نقراو تكنولوجي ونقراو في الاعداديه نقراو الكيمياء والفيزياء ونقراو الموسيقى ونقراو عده لغتين بعد والله ثلاثه اسبانيه ولاتينيه وش نبتو هذا بعض من اللي اشياء اختفت تماما اختفت في تدهور نظام التعليم. تابعت دراستي الين عاد 71 تقريبا دخلت في العمل السياسي في الحركه المدرسيه من 69 ولين دخلت فيها عندنا الواحد فيها لا تنظيم الاضرابات وعقبت نصحت نصحت نصحنا مرات يا غير نصحت نهائيا 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 قرار طرد نهائي نهائيا انا وحدي معايا ياسر من الناشطين التلاميذ في التنظيم كان عندنا قال له كباس قال له اللجنه المؤقته للعمل المدرسي الثانوي كانت بدايه ممارستك للسياسه هذه كانت بدايه ممارسه للسياسه هي الاضرابات هي البذره الاولى لوجودك في المجلس 69 لا في نفس 69 تنظمت في هذا التنظيم اللي هو الاضراب اول اضراب شاركت فيه اول اضراب 69 وعقب ذاك في نفس السنه لاحظوني مجموعه من المجموعات السياسيه اللي بدات تتحرك في ذاك الوقت وواحد منهم العميد محمد بن الشدو جلتيش جا في العطله وجابرنا في العطله وانا حقيقه انبهرت باسلوب الدعائي ولاحظت فعلا انه يهتم بقضايا الضعفاء والفقراء عنده خطاب جديد كل جده واستقطبني ونظمني هذا هو اللي بلمني دخلت انت مؤطرك كان والشدو هو ذيك هم ذيك الساعه مجموعته كيف انها قررت انها لا يتعدل الحزب السياسي 69 وكل واحد منهم يا الله ينظم خليه وش نظمني ذيك الساعه مع رواقيش فيهم دكتور مصطفى سيدات وفيهم
تلميذ العمران. هل هون عادت الحركة الوطنية؟ هي عادت الحركة الوطنية. عادت الحركة الوطنية الديمقراطية. هذا من 69 إلا نشأت تقريبا. على ذكر. غير بعد لا نقول لك على إن خلقت أحداث سابقة ذاك هيئتني. هيئتها. 1/67 أنا ما لعبت في المعاشور خلقت علي أحداث النكبة 67 هي أول مظاهرة نحضر لها هي المظاهرة ضد النكبة والعدوان الإسرائيلي 67 وشاركت فيك المسيرة أنا لا خالقين ترك معايا في نفس الفصل من أهل واد الناقة تصحى معهم حتى وهم عندهم علاقات قومية وعادوا يمشوا بي في ذاك ومنهم المرحوم أحمد سالم العتيق ومنهم اختاروا الحي ومنهم السمين والعبدين يعني هو كان عندهم توجه قومي وانت ذيك الساعة ما فات معنا الله لا يمشوا بي يمشوا بي وعياهم يمشوا بي شور المركز الثقافي العربي المصري واضح على ذكر الحركة الوطنية سيد الرئيس من رأيك كان يقد حد يقول لنا الحركة الوطنية الديمقراطية وحركة الكادحين كانوا مساهموا فعلا في مسيرتك التعليمية مثلا يقال أن الكادحين كانوا بيأطروا شبابهم نحو التعليم نحو أهمية مثلا متابعة المسار الدراسي رغم اللي استخدامهم أيضا في العمل السياسي السري شفت ما خليتني بعد نقول لك على أن عقب هذه المظاهرة نشاركت مظاهرة أخرى هي بداية الحركة هي أحداث زوالات أحداث مجزرة زوالات 68 أحدثت هزة هائلة في البلد وهي نشأت الحركة الوطنية بها اللي من خلالها انتبه الشباب الموريتاني لواقعه وهي المنعطف اللي لا يتخلى عن ذاك الاستقطاب القومي والعنصري والمشابهات العنصرية ويقول احنا في الحقيقة خصمنا الرئيسي وخصم كل المكونات هو النظام القائم اللي تابع لفرنسا اللي نظام استعماري شديد هذا ألف بين المجموعات شباب. اللي كانت تضايق وهذا يفكرك على أن الناس اللي انحبست بأحداث 66 من التلاميذ اللي تضايقوا ونحبسوا في نبيكة وفي تيشيت والرجال اللي معاهم اللي من وراهم اللي انحبسوا اللي نجابروا وناقشوا وهم هم تقاربين يقدوا يتقارب وهم هذو كاملين اللي تضايقوا 66 لا يجابروا 68 ويأسوا ولا يعودوا كاملين ماشيين في حراك واحد كلهم عنده تنظيم عدلوا يغلاه يعود يجابروا كاملين في الحراك كامل اللي قالوا الحركة الوطنية الديمقراطية هي بدأت حركة في الحقيقة ما هو تنظيم طبعاً ما هو تنظيم واحد تكومادي فيها مجموعة تكومادي وفيها مجموعة خلقت فرنسا من الطلاب اللي فرنسا واللي تأثروا بحركة 168 لجب التزامن كامل وفيهم فيهم مجموعة ثانية كانت في النقابات ولا أساس الجنوج وهذا وخلقت الحركة المدرسية ما فيها عناصر محركينها غير هي حركة مستقلة ما وحركة طلابية غير التأسيس ما كان في تكومادي لا تكومادي هي المعلومة اللي مسوقة للرأي العام على تكومادي كانت هي لا لا هذا تأسيس للحركة هذا انطلاق المجموعة خارجة مجموعة جمعت تكومادي وعدت مراجعة فكرية موضوع تكومادي هو المراجعة الفكرية هذه كانت قومية عربية كانت طرح قومي كانت تنتمي إلى حركة القوميين العرب وعاد هامة عد المراجعة هي اللي قلت لك توخضها من القفص القومي الضيق شور الطرح الوطني شور القضايا الوطنية الوطنية العامة وما تعتبر الكوار أنهم عدو لأنهم هم المشكلة ولأنه كذا وخلقت تلك المراجعة وهيئتهم أنهم يلعبوا دور عند منين خلقت أحداث الزوالات هم اجتماعهم في فبراير 68 اللي خلقت أحداث الزوالات هم متهيئين أنهم يلعبوا فيها دور خاص غير ملي المجموعات الأخرى كاملة المجموعات الأخرى ملي كانت لعبت فيها نفس الدور الناس كاملة قامت تتعيط وقامت تدول نظام استعماري جديد وخلق حراك في الشباب الموريتاني كامل ضد النظام بالدعاية والمنسب كان هذه المجموعة ما فات خلق منسب ما فات خلق منسب لكن المجموعة تحاول
انها تعود عند تقود التيار. انتم كنتوا في المجموعات، مجموعه الطلاب؟ لا لا، انا اللي نظمني مجموعتكم هذه اللي فيها والشد. صحيح، يا غير بعض المجموعات الاخرى اللي ما يا الله تغير في الدور. هو قاعد كلها من جهته اندمج في, 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 في التيار العام. واضح. تنظيم الصف تنظيم موحد لا هي خلق الا في جانفي 72 في يناير 72 غير بمبادرة من التنظيم اللي كان اصلا تنظيم تكوماتي. التنظيمات الاخرى اللي كانت كاملة تشكل الحركة ولا هي تابعة لحد كلها، مثلا تيار خليج قطعا ان تقد تلعب فيه مجموعتك انت، والله مجموعتي انا دور عناصر نبا غير هو ما هو تابع. شوف كانت فهم حراك للطلاب، طلاب كانوا تنظيمين، واحد للبيضان وواحد للكوار. اذا خلق هذه احداث 98 والمنعطف الفكري اللي اعتبر على ان المشكله مع النظام والاصلاحات انتم اللي تدوروا حق وذوك اللي يدوروا ذوك حق، هذا ماشي قد يتحقق. يا الله يعود عن نظامنا نظام وطني ونظام ديمقراطي الى غير ذلك. حتى الناس قاعده تجابر وجابرت، وهذا هون قرروا الطلاب على انهم تنظيمهم يوحدوا ولا يتوحدوا في تنظيم واحد. 71 اغشت 71 ينقالوا الاتحاد العام للطلبة والمتدربين الموريتانيين. هم كانوا تنظيمين متنافسين، واحد لاك وفير لاك وواحد فير لاك، يعني وحدتهم احداث الزوار اللي ما قط انقسم على اساس عنصري الا تلاميذ تنظيمهم بهم اللي نشوا الا في الجو. عندك نقابات ملي بالطبع 69 ملي تنظموا على مجابهة محاولة النظام انه يدمجهم في حزب الشعب. واضح. هل كان لحركة الحركة الوطنية الديمقراطية دور في بناء وتكوين شخصية محمد المولود، خصوصا في جانب التعليمي؟ لان الحركة كان يقال على انها ما تعتمد على قياداتها فقط في العمل السياسي، وانما ايضا تهتم بهم في مجال مواصلة تعليمهم نماذج كثيرة كما يقال. انا ايش اقول لك؟ أنا الحركة الوطنية الديمقراطية لحقتني نقرأ في الإعدادية، مثلا كان يوفي حكما شهادة الإعدادية ومتفوق ودخلتني في الإضرابات وخسرت شهادة الطرد وخسرت قرايت يا غير المدرسة اللي دخلت رغم اني مستوى رجاج في كوليج، رجاج مثلا في السنه التاليه من كوليج، نحضر لنقاشات نظريه ونطالع ونقرا الين عدت عندي مستوى اشبه من القرايه كاملين اللي عندي، ليس فقط في من ناحيه المستوى الادبي غير من الناحيه الفكريه، من ناحية كونت الفكر وكونت آليات التفكير وكونت القدرة على استيعاب وتحليل القضايا، بحيث علني أنا ما اللي خسرت قرايتي 72 اللي عاد فوت 10 عيما تقريبا. أنا قاعد ما تقرأ؟ أنا متفرغ للعمل السياسي السري، وهذا قرار ما اللي قاعد يوصل وعند واحد وتو يا غير عقبت وجيت هلا من ناحيه اني فاصل الغلاف. احنا تعرف عقب لين انحلت الحركه في ذيك الازمه اللي خلقت بيننا، واللي انا قدت المجموعه اللي رفضت الاندماج في حزب الشعب وتباركنا معي اعاده البناء. يا غير بما اني عدت عندي ذا الدور قلت لا بد لي من غطاء ما تفضل للدوله، ما تفضل اللي هي الفتره اللي حددها البعض انها بين 1974 هي الازمه خلقت 98. الازمه خلقت 74 75 وفصلنا القياده، وقع قلت الخلق لان القياده انفصلت
نهاية 75 تقريبا مات لنا. إذا مرحلة إعادة التأسيس قادتك شو مواصلتك للدراسة؟ قادتني ما هو مباشرة من أجل البحث بدأ هي بدأت 76 غريين عادة 80 أربع إيمان عقباك هو أنا إحنا عود مكشوف أنا معروف أني واحد فيش غير أنا واحد في ما معروف هم متفاصل وتوفوا عتلاب الدالي من قصد دكا بهم يقول لك بعض أهمية المدرسة أهمية المدرسة اللي نقالها الحركة الوطنية الديمقراطية والمدرسة الحركية والنضالية هي اللي أنا ترشحت عندهم أنا ما عدلت الباكالوريا أنا عدلت شي يقولوا له هما لزمان سبيسيال دانتريان فاكولتي عدلت مسابقة دخول الخاصة مسابقة الخاصة لدخول الكلية هاي تنظم في الجامعة وفي مسابقة وتو امتحان جيت أنا هو الفوقان في دكا جيت أنا هو الفوقان ودخلت الجامعة دخلت الجامعة كلية التاريخ وفي الجامعة عمالي كنت دائما هو الفوقان زين الله على الأقل بعد في لاميتريس وفي ولديها كنت هو الفوقان هو الفوقان إذا هاي نعتك على ذيك عشر عمان اللي البعض يقول لي انت خسرت قرايتك وخسرت تكوينك ما العكس ما اثرت عليك وهذا ما خلق لي انا وحدي اللي انت تقبل مثلا الناس اللي لامعه في الدوله واللي انا وهي ما متوافقين هي مشات المسار دماغ حزب الشعب غالبا ذاك التكوين اللي عاشت في الحركه الوطنيه الديمقراطيه تلحقها شو محمد الحسن هذا ولا بعد هذا كان قايدك بس الحركه المدرسيه مختار للحي كان في لجنة تحرير ساحة المظلوم قد نحسبهم له كاملين ما فيهم حد خال لين مثلاً وفاهم العمل السياسي ولا ترد انت لاش نضج التجربة السياسية والله السياقات اللي يخوض فيها الشخص تجربته نعزيه أولاً لأن الحركة تدفعك لانفتاح ذهني كبير جداً بدل الصياغة التعليمية التقليدية وتقول لا تقرأ الرياضيات لا تقرأ الدروس لا يتعرض لا يتعرض بالتالي محدود هذا لا يتفتحك كل شيء عندك مدارك معرفية ذهنيا ذهنيا وتعود انت تقرأ راسك وتقول إذن طبعا الحركة الوطنية الحديث عنها ما قد يتم يكون بالحديث معاكم انتم في أجزاء مراحل مهمة لأنكم قدت مراحل معينة هذه الحركة خصوصا بعد إعادة التأسيس من رأيك كان للتأسيس بعد قاع المصطلحات في السياق الموريتاني إذا كانكم تراوع لأنها حركة شيوعية والله حركة يسارية ومن رأيك كان هذه المصطلحات أنتم وصفكم بها كتيار سياسي إذا كانوا قاع يمثلكم والله لا تراوع لأنه توف حركة سياسية موريتانية كيف ما يقول البعض مثلا حركة الإخوان القوميين العرب الناصريين البعثيين ثم توصل إيديولوجيتكم شنو بالضبط؟ يا أخي سؤال غريب بعد من الزمن كامل مازال مطروح شفت أنا دخلت الحركة عند نشأتها أنا أبو 16 سنة اللي هو 1969 وبعد ثلاث سنوات الاتفاقيات المركزية به اللي قاع الحركة المدرسية هي اللي زودت الحركة الوطنية الديمقراطية بكثرية أطوح بفكرك التلاميذ بهم شيء فعلا دخل المدرسة فات عادة كبير هاك ذيك ساعة تلاميذ ذيك المرحلة أطوح وفي الحقيقة تلاميذ ذيك ساعة لا بمثابة الطلاب ذلك من ناحية الترشيب ومن ناحية معالجة نقاش القضايا الوطنية إلى غيره. المخرجات التعليمية قلت عد ما يواحد. وكنا قبال كان قبال الساحة الفكرية والسياسية الأساسية في البلد هي ليس ناسيونال ثانوية الوطنية. أنا نعرف 68 في الطائرة جاي من تشقجة عندي كتاب جايبه لأخويا كان من الناس اللي كانت تقرأ في تونس. محمد أحمد رحمة الله عليه وعنوانه الدفاع عن الإسلام وكاتبه بريطاني إنجليزي
وانا تعرف الطائره تفوت ساعتين بين تيجي ونمشو هو فك ما هو فك دي سي تروا وبالتالي نقراه وتوفى زيان عندي حد و ولين خلقت الحركه خلقت حركه ضد النظام القائم وضد النظام الاستعماري الجديد ما نسميه الاستعمار الجديد يا غير ملي الانفتاح على تحرير المجتمع من التخلف كل انواع التخلف سواء اللي من العادات وسواء اللي من التراتبيه التراتبيه الاجتماعيه احنا مثلا في تشقش احنا تلاميذ قابلين الراحه 71 درنا على واجبنا غير واجبنا واجب التلاميذ كاملين اللي في كباس اللي في التنظيم المدرسي في هطار وفي بوكي وفي مقطع العجار وفي العيون في كل بلد على ان راحتنا نخصوها لخدمه المواطنين وعدلنا مدارس اللي محو لهم 100 درنا فيهم مئات حاجه اللي بعدك صارت تشجع انه في نهايه السنه في نهايه الراحه اللي مثلا نعدوا الحصيله اللي هم احنا محينا الامبيه عن 247 من بين النساء والحراضي والعبيد وذاك هذا هو توجهنا تحرير المراه غير ما هو بالانحلال الخلقي هذه ملي الحركه كانت ميزاتها الاخلاق على ان ما يقد واحد منها يعود يشرب الخمر اذا نوصفكم بانكم حركه سياري ولا لا لا السلوك سلوك محترم القيم الدينيه والقيم الاجتماعيه وحتى على ان العائلات عادوا يقبلوا ان بناتهم يتوخروا في الليل في اجتماعات سياسيه ما هم خايفين عليهم واذا ما قط تغير فيش ثانيا يعني انت تخرجت تشوف المجتمع في ذيك الفتره كامل انضم عاد مؤيدنا تكاد الحين كانت معهم الشعب كامل وانخرط فيهم الشباب كامل اللي منه طلاب وذا اللي منه تلاميذ وذا اللي منه بعاطف في العام عاد شاب كامل يلا يعود الله من تكاد الحين اذا لو كان ذا اللي ينقال حق ما تعرضت ان الشعب الموريتاني ما هو اللي ينطبع غير الصح لا بد لي من اوضح لكم احنا حركه سياسيه شبابيه غير في عالم السياسة فيه والتغيير فيه يخلق الثورة وإحنا في نظام بالنسبة لنا نظام استعماري جديد وله سامح بالحرية السياسية الحرية السياسية ما هي خالقة ذاك الزمن خالق الحزب الواحد توف تاني ما عدا الحرية إذا إحنا بالنسبة لنا يا الله نعدو ثورة ثورة لقلب النظام ولإحداث الاستقلال الاستقلال السياسي والثقافي والاقتصادي هذا هو برنامجنا. هذه الصوره بسم الله نعدلوها. يلا اصلا استفادوا من تجربه العالم. ايوه. وذا هو العالم ذيك الساعه هذا هو. في 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 الستينات كان فيهم قطبين معسكرين. المعسكر الاشتراكي. والمعسكر الراسمالي الاستعماري. ايوه. وكانت حركات التحرر كامله تلود للسند الا في المعسكر الاشتراكي. ولين تتحرر وتلاقي تعدل نظام اجتماعي. تعدل نظام اجتماعي ما هو راس مالي غير اشتراكي. فهمتوا؟ واضح. هذا هو الاطار. بحيث انك تلحق كل حركات التحرر اللي في ذاك الزمن الستينات وبدايه السبعينات لين تحقق هدفه وتحرر يعود نظامها نظام اشتراكي. واضح. مثلا جبهه التحرير الجزائريه. اذا حد قال لكم اشتراكيين ما قالش خلاص. ما قالش خلاص. عدلت. حد قال يساريين عدلة النظام اشتراكي جمال عبد الناصر الضباط الاحرار اللي انقبضوا السلطه ما عدلوا نظام اشتراكي وحزب مشين قالوا حزب اشتراكي البعثيين في المشرق حركات البعثيه والقوميين العرب ما لهم شعاراتهم الاشتراكيه واضح مازال عندنا قدر الوحده والاشتراكيه لهن قال هذا مهم ما تفهم لماذا كل من يدعو للحريه ضد الاستعمار وضد الامبرياليه ذيك الساعه بالنسبه له النموذج اللي جالته يتبع هو النموذج الاشتراكي. اذا لا 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 غرور ان الشباب الموريتاني انه بعد قاع هذا يعود ما هو بعيد عليه. غير احنا بعد في الحركه الوطنيه الديمقراطيه ما كان هدفنا الاشتراكي. بين اللي قبلنا عدلنا تحليل
وقلنا المجتمعنا به التخلف ما هو مستواه بعد قاع هو أنه يعود يحقق نظام ديمقراطي في الناحية الاقتصادية والناحية السياسية ويحقق الاستقلال الوطني من ناحية الثقافية والاقتصادية والسياسية. هذا هو برنامجنا اللي نناضل من أجله، ولذلك شعاراتنا ومطالبنا هي اللي تحدد هويتنا. العاد فينا الواقيج فيهم غلو في, في, في النظريات ويمشوا ويقرأوا الفلسفة ويتأثر بها عقيدتهم ولا لاك ما نكذب لك عنه، غير الحركة هي كحركة ما كانت عندها إيديولوجية ماركسية، إنها ماشية ماركسية، كانت تستفيد تماماً وتدرس التجربة الصينية ومؤلفات ماو تسي تونغ وتدرس التجربة الفيتنامية، بهم اللي نشعوا في الثورة وبه اللي حركات التحرر كاملة الإفريقية كردت نفس النهج. وبالطبع لأن الشعب الموريتاني لا هي قبل ذاك اللي مفيد له وذاك اللي يقد يتعامل معه وذاك اللي ما يقد يتعامل معه يخليه، وهذا هو اللي عدل الحركة الوطنية الديمقراطية اللي عرضت على الشعب الموريتاني ذاك اللي يقد يمشي معه وذاك اللي ما يقد يمشي معه خلاته. واضح دكتور، لهنا نتحدث شوي عن تجربتي عادتكم تأسيس الحركة 1974 ولا 75 إلين 1978 حيث تم حل هذه الحركة. شنو كانت لك بالنسبة للتجربة وشنو الكراهات اللي واجهت ومن رأيك كان إعادة التأسيس كانت فاتورتها مؤلمة بالنسبة لك كشخص والله كانت إيجابية لأنك حييت ربما إرث نضالي تربيت في نشأته في سياقات نشأته؟ هذا اللي نقوله احتاج حلقة ثانية معناها إجازوا شفت الحقيقة حل الحركة 75 كان صدمة متينة بالنسبة لي وبالنسبة لرفاقي اللي كنا معارضين الاندماج في حزب الشعب. وأذكر منهم مثلا اللي كانوا معارضين معي إقبال محمد سالم العتيق رحمة الله عليه وبدل من العابدين، ونظرا للخسارة إن اللي احنا بنينا حركة قوية جدا والنظام عجز يعني يصفيها من ناحية بالخم مثلا كادوا يوقف صحة المظلوم وهي كانت تصدر كل شهر، وكادوا يوقف توزيعها في كانت توزع من عند الزوالات إلى النعمة، كادوا يوقفها. وعندنا تأييد شعبي واسع ومعنا الشباب الموريتانية كاملة، وفعلا عندنا موقف من الصحراء أعلن نؤيد حق الشعب الصحراوي وتقرير مصر. كون بين اللي وعدلش من مطالبنا اللي هو تأميم الفرما واللي هو تعدال لوقية واللي هي مراجعة اتفاقيات مع فرنسا، هذا شيء مهم جدا. نقبل هو نطلصوا نحمارنا اللي هو تنظيمنا اللي يجبرنا به ونتخلعوا عنه وندخلوا في حزب الشعب في النظام اللي كنا نكافحه هو ما تتغير ومازال بصفته. هذا كان بالنسبة لنا انتحار سياسي، ولذلك قومي هذا من ذاك الوقت تخلوا نهائيا عن السياسة، تخلوا رغم ولا محدهم. احنا الاخرين انا اجبرت معايا زملاء اخرين كانوا قاعمهم من مجموعتنا، كانوا من مجموعات اخرى، وبعضهم كانوا مناضلين قاعديين، وتباركنا مع إعادة إحياء الحركة الوطنية الديمقراطية على أسس تنظيمية جديدة. تنظيمها كحزب، هي ما كانت منظمة كحزب، كانت حركات مجموعات يتم التنسيق بيناتها. إيه التنسيق بينها. وكان مسارنا صعب يا غير بعد. شو مثل لك حل الحركة؟ ما سدروا عامين من عند 76 إلى 78 للانقلاب اللي له معدنا تنظيم له تأثيره في الساحة السياسية. واضح. شو مثل لك حل حركة كادحين 98؟ ذاك جاي في سياق ثاني. ذاك لين خلقت الديمقراطية هوتنا في فترة من الزمن في نطاق
الحزب اللي جمعنا احنا وحلفائنا الاخرين فين قالوا اتحاد القوى الديمقراطيه اللي كشكوله من التيارات ومن التنظيمات وكلها معترف به وكلها يقرع له في نقرا الاتحاد كل الرواية لا تخلي غير عقبنا ظهرنا في نهاية المشوار على أن احنا قاعدة تمينا محاضرين بالتنظيم السري للحركة الوطنية الديمقراطية وفي نفس الوقت في التنظيم الشرعي اللي هو الحزب اتحاد قوة تقدم أن هذه رحلة مطوية نعلو نفس الشيء ونجمعوا نفس المواضيع نفس ونفس هذا ثقيل وإذا قاعد غير الهم اللي أهم وهذا مهم إنه يفهم أعلن اعتبرنا أعلن إن المرحلة تاريخية جديدة المرحلة التاريخية اللي كنا فيها ما كانت هي المرحلة التاريخية اللي عدنا فيها كنا في مرحلة كان مسيطر فيها نظام استبدادي استعماري جديد وكانت فيها الحرب الباردة وكانت مستحيل ان حركه تحرريه قد توصل للسلطه في البلدان العالم الثالث اطرات انكسار حائط برلين وتفكك هذه القطبيه اللي هي وجاءت العولمه اللي عادت مصاحبها نظام سياسي لا بد من شرف العالم وهو نظام الديمقراطيه التمثيليه اذا بما ان عاد هناك نظام جديد يسمح بالانتخابات ويسمح بوصول بعض القوة التحررية للسلطة إن مات المناسب تعود مادة في تنظيم طلائعي هامو يقبض السلطة بالعنف هامو يقبض السلطة بالثورة والانتفاضة هذا ما هو واضح ما نوفيه له ولذلك اعتبرنا أن التنظيم اللي يليق بالفترة الجديدة هو تنظيم الاستراتيجية اللي تليق بالفترة الجديدة هي استراتيجية أخذ السلطة عن طريق صناديق الاقتراع هذه كل استراتيجية يناسبها تنظيم إذن هذه الاستراتيجية الجديدة اللي تناسب الفترة التاريخية اللي دخلنا فيها ما يناسبها تنظيم طلائعي سري اللي يناسبها حزب جماهيري علني يجمع الأصوات وهم النجاح في الانتخابات ولذلك بما أن الحركة الوطنية الديمقراطية كانت تنظيم سري طلائعي نخبوي ما كان التنظيم يليق للفترة وبالتالي لا ينحلوا ولا ينعملوا على إنشاء على عناصر بالله يجي كامل حزب جديد هو الحزب حزب اتحاد قوة التقدم اللي مفتوح للجميع واللي حزب جماهيري يحاول تنفيذ مشروع اللي كان عنده اللي كان اصلا هو الديمقراطيه والتحرر والمساواه الى غير ذلك يا غير طريق النضال الشرعي الديمقراطي من خلال صناديق يقال انكم غير بعد واعي بين 1978 الى 1992 لان كان تعاطي الحركه مع الانظمه بالحوار احيانا وتجنب المواجهه في اغلب الاحيان وبناء التحالفات مع مختلف مثلا الحركات السياسيه الاخرى فيه البعض ايضا يقول انكم كنتوا تلعبوا دور كحركه احيانا للتقرب من النظام والوشايه بخصومكم السياسيه من بقيه الحركات كيف ترد؟ شفت احنا ترى هذا النوع من السياسه الارويقه والبروك في النظام وهذا ما نعرفه قاع ما نعرف ما نعرف جوابك قاع ما نعرف من اللي ما هو يمنا قاعد ما هو يمنا احنا علاقاتنا بالأنظمة وبالأطراف السياسية علاقات سياسية واضحة وخصومنا السياسيين خصومنا على مسائل محددة احنا خصومنا اللي مبينا معاهم شنو احنا ما مبينا معاهم التقرب إذا كان مقرب منا للسلطة والله أبعد منا لا إحنا السلطة قاع مانا جايينها ولا ندور القرب منها واللي نعود هم اللي جايينها بشكل واضح وندور هم اللي تفاهم معها لأن هم قاعدة ما عندهم في دخل ولا يريدون إذا ذاك اللي ينقال ما نعرف هو شنو حدد لي الشيء غير مسارنا مع النظام العسكري
هذا هو. على النظام العسكري كنتوا احيانا تعطوه مثلا نصائح والله توجهوه في خصوصا احداث 89 وياسر الاحداث كنتوا تساهمين فيها كما يقول بعض حكومة السياسية. شوف احنا طبعا تقدروا تحكموا علينا انتم. احنا النظام العسكري احنا هو ما قدو قاعد نشوفه بلا. لان احنا عندنا مواقف سياسية واستراتيجية سياسية واحرار. وهو ما يعرف الحرية، يعرف لا احد يخضع له. ولين خلق محاولة الانقلاب قلناها علمونا بها غير قلنا لهم نحن ما نشارك في الانقلابات العسكرية لا نؤمن بالأنظمة العسكرية واضح غير بعد اللي نحاول نختصره لأن المخرج يقول ايوه خلينا كل الأسئلة خلينا كل الأسئلة اللي تتطلب شرح ما نقدر نتناولوها بعجالة إذا احنا بالنسبة لنا هذه الأنظمة البديهية كانت مواقفنا واضحة احنا واضح معارضينها يا غير معارضين على شيء واضح وقايلين والتيارات الأخرى قاع ما بين معاشي بين مع خلافات إيديولوجية وفكرية ولا تتعلق قاع واضح إذا يبدون الوقت لم يسعفنا ننهي هذه الحلقة من برنامج جرد الحساب ونواصل إن أمكن ذلك في حلقة قادمة بإذن الله نتحدث عن مستجدات الساحة وبعض التصريحات التي أردنا أن نغوص معكم في تفاصيلها. أنا مستعد. شكرا لكم. الله يجزيكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا. شكرا لكم. شكرا لكم.